تزوج رجل في سنة 1996 من سيدة ولم تنجب منه ولا ممن كان قبله، ثم طلقها في 25 سبتمبر 97 طلاقا رجعيا وهو في كامل صحته، وفي 18 نوفمبر سنة 97 توفي تاركا شقيقين وثلاث شقيقات فقط، هل السيدة المطلقة ترث أم لا؟ إن كانت هذه الزوجة ممن تحيض ولم تحض بعد الطلاق ثلاث حيضات على رأي من يقول إن القرء هو الحيض، فهي ما زالت في العدة وترث من زوجها الربع إن لم يكن له أولاد، أو الثمن إن كان له أولاد، والله أعلم.